الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. واليوم راح نعمل طريقة سهلة وبسيطة للغاية، كريم رائع جدا للبشرة، للخوات اللي يعانوا من الكلف، للخوات اللي يعانوا من التصبغات، بيفيد للخوات اللي يعانوا من التجاعيد الدائمة بالوجه، التجاعيد الضاحكة بالوجه، الخطوط الرفيعة من التجاعيد. سهل وبسيط وبمتناول الجميع. طبعا يا ريت قبل ما نبدي بالفيديو نعمل لايك، ودائما حبايبي اذا حب تشتركين وتدعسي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اما حبايبي على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، عملت حبايبي هذا الماسك، واعطيت كريم لتجاعيد تحت العين، عفوا ماسك لتجاعيد تحت العين. هذا الماسك من ثلاث مكونات بسيطة وسهلة، وتستعمل اول اسبوع يوميا، رائع جدا، راح يزيل عندك التجاعيد ان شاء الله من اول اسبوع، وبيعطي بياض رائع جدا للبشرة. جربيه من اول يوم، راح تشوفين البياض وتغيير بشرتك. هسه راح ينزل ان شاء الله بنفس الوقت على قناتي مملكة الفنون اليدوية. اما هسه حبايبي انا هون اخذت، لاني خلطته وخليته، وقلت لكم راح نعمل كريم، نسوي الكريم كمية كلش قليلة، لان لبن يوجوت ما راح يطول عندنا، راح نحاول نحافظ على لمدة اسبوع او 10 ايام فقط، وبعدها بنسوي نرجع مرة ثانية. طريقة عمل الكريم كلش سهلة وبسيطة، وما راح اعقد لكم اياها، راح احط لكم اياها مواد كلش بسيطة. اخذت هون زي ما انتم شايفين، خلينا نقول ناخذ، اخذت لبن وخليت اللبن الزبادي، لان اللبن الزبادي رائع جدا للبشرة، وخليت مع الشاي الاخضر، اخذت كيس من الشاي الاخضر وخليته معه، سبت الشاي مع اللبن تقريبا 3 ساعات مع بعض عشان الشاي يذب كل الفوائد تبعته مع اللبن. ممكن هون اذا كانت عندك الحبيبات تبعت الشاي الاخضر كبيره، ممكن راح تصفيه بعدها، ممكن نصفيه، بس هذا كمان يعني فتحاته كبيره، ممكن تصفيه بشيء يكون فتحاته اقل. طيب اما ممكن نصفيه ونسيبه هيك كله مع بعض زي ما قلنا، يعني سيبيه وهو هيك 3 ساعات من تجي نسوين الكريم. اذا كانت الحبيبات كلش كبيرة عندك صفي، او انتي ما تحبين حبيبات تكون بالكريم تبعتك، اما انا ما عندي اي مشكلة اذا كانت عندي في حبيبات. شو راح اسوي؟ راح اخذ زي ما انتم شايفين، قلت لكم لان لبن ومادة كتير قابلة للخراب، يعني تخرب بسرعة، راح ناخذ ملعقة وسط من اللبن زي ما انتم شايفين، ملعقة وسط من اللبن، وراح نضيف معاها حبايبي الزيوت اللي كالآتي. طبعا قبل ما ابدي واكمل هذا الفيديو، شو بتعمل هذه الوصفة حبايبي؟ هذه الوصفة رائعة جدا جدا حبايبي لروتين البشرة، بتزيل التصبغات، بتحافظ على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتفتح البشرة بشكل غير طبيعي، وبنفس الوقت حبايبي بتعالج مشاكل التجاعيد والتصبغات، وتعالج جميع مشاكل التجاعيد. ملعقة وسط من اللبن مع خلطناه احنا لبن مع شاي الاخضر. يعني حبايبي انتو قديش راح تاخذون عشان ما تسوون كمية كبيرة مثلي؟ راح تاخذين ملعقة وسط من اللبن، تخلطين مع ملعقة صغيرة، نصف الملعقة الصغيرة افضل من، خلينا لا مقدار نصف قليل، هذه قصدي عشان شو اسمه، ملعقة من اللبن و ملعقة صغيرة جدا من الشاي الأخضر، وهيك تكون مسح هيك مضبوط المقدار.
وهسه حبايبي راح نضيف الزيوت اللي نحتاجها. راح اعدد زيوت وانتم تختارون ثلاث زيوت فقط، ثلاث زيوت فقط راح اعدد زيوت وانتم تاخذون ثلاث زيوت فقط. راح نختار حبايبي زيت العنب، زيت الورد، زيت اللوز الحلو او المر، زيت الزيتون اساسي بيكون يعني هو الاساس لازم ينحط، زيت الليمون، زيت فيتامين اي كمان اساسي بيكون يعني ضروري ينحط، زين زيت الحمص، زيت الالوفيرا. اختاري ثلاث مواد من هذا، ثلاث مواد تختارين بهذه الطريقة. اما انا راح اختار حبايبي زيت الحمص لانه مبيض رائع جدا للبشرة، ملعقة وسط من زيت الحمص، وزيت الحمص انا مسوية الفيديو تبعته طبعا عفوا، وزيت الجوجوبا اللي بدها تحطه كمان شو اسمه انا نسيت اعده. راح اخذ ملعقة وسط من زيت الجوجوبا، وراح اخذ حبايبي ممكن قلنا زيت اللوز، يعني لك حرية، او زيت الورد حرية الاختيار. كل هذا زي ما شفتوا انتوا انا خلطته مع بعض. هون فيتامين اي زين اساسي قلنا راح تحطين اذا كبسولة راح تحطين كبسولتين، اما اذا كانت مو كبسول، اذا كبسولة حبايبي راح تحطين عفوا كبسولتين، اما اذا كانت عندك زي اللي انا عندي هيك تحطين حبيبتي ملعقتين من الفيتامين. راح نخلط هذا كله مع بعض. الماء عندها جل الالوفيرا ممكن تستعمله هيك، بس راح ينشف على وجهك بسرعة، فيعني ممكن تخليه ما عندها جل الالوفيرا. هو بالجل الالوفيرا احلى وافضل، وممكن تحطيه بالليل للصبح. طيب اما ما عندها جل الالوفيرا وحابة تستعمله، تستعمله هيك ما في اي مشكلة حبايبي. اما انا حبايبي راح اضيف الجل الالوفيرا، ملعقة من الجل الالوفيرا، وراح احاول حبايبي اخلطه مع بعض، الجل مع اللبن مع الزيوت اللي حطيتها كلها مع بعض. هون حبايبي خلطوه كثير كويس. في اخت كتبت لي وارجع وعيد انه ليه يا ام يوسف انت يصير زي الجيلاتين عندك الكريم واحنا يصير زي المي. ما في مشكلة، انا اللي عندي مركز كثير، يعني ما اشتري اكيد الشغلة اللي مو 100%. انا يعني بعمل مواد تجميل واجي احط اشي مو اصلي لا ما اقدر. انا عندي واحد مو اصلي كثير، يعني من اقول مو اصلي كثير يعني مضيوف كثير الى مواد تانية، فما حابة استعمل هذا الجل، انا بحب استعمله كثير. راح نخلطه كله هيك حبايبي مع بعض، ونخليه بعلبة ونحتفظ فيه بالثلاجة. وانتي تشوفين اكيد انتي ست بيت وتعرفين ممكن ما يخرب معاكي لمدة 10 ايام، لا تعملي كمية كبيرة عشان ما يخرب معانا، لان اللبن قابل انه يخرب. هذا هو حبايبي زي ما انتو شايفين، راح هيك ونحتفظ فيه بالثلاجة. هذا هو كلش انا ايدي نظيفه وانا راح استعمله. ها تمام، راح نستعمله الكل البشرة، سهل وبسيط وبتناول الجميع. وانا كثير طلعت لكم هاي الايام وصفات للبشرة بكريمات لليل تستعملوها. ما عليك يا حبيبتي الا كل يوم قبل ما تنامين تاخذين، ممكن تستعمليه اكيد لازم بشرتك ما بتتحسس من اللبن، لان اللبن بحيث اذا بشرتك تتحسس من اللبن ممكن تحطين الحليب، الحليب ما في اي مشكله، حليب اللوز حلو. طلع وهيك خلي وسيبي على بشرتك ونامي، سيبي على بشرة ونامي. اكيد على بشرة ما فيها ميك اب، ما فيها اي زيت اي كريم اي شيء، بتكون بشرة نظيفة ينحط، يستعمل يوميا يوميا قبل ما تنامين يستعمل. طيب هذا الكريم وين نقدر نستعمله؟ نستعمله تحت العين، شوفوا في حبيبات هيو
يستعمل تحت العين، يستعمل على الرقبة. وشوفوا أنا بحكي معاكم وقاعدة أخليه كمان على إيدي، رائع جدا حبايبي. بالنسبة حبايبي الماسك تبعته ممكن حتى الماسك تستعمليه على الإيد. ليه؟ لأنه يعمل حبايبي صنفرة للإيد رائعة جدا، بيزيل جميع التجاعيد، بيصفي، بينعم تنعيم رائع جدا. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتنا، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى منكم حبايبي انكم تخلونا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.